وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جمال، زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان وعلاقات وطيدة تربط ما بين البلدين الشقيقين، كيف تقرأ هذه الزيارة والأصداء المختلفة لها؟ هي بالطبع زيارة مهمة جدا وفي توقيت مهم جدا. العالم بيمر الآن بالعديد من الأزمات والتغيرات التي تحدث في العالم، وطبعا التنسيق المصري العماني في هذا التوقيت مطلوب، وده نتيجة طبعا العلاقات المتميزة اللي تربط بين مصر وسلطنة عمان منذ فترة طويلة، والمواقف العمانية التي تؤكدها دايما مواقفها بجانب الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو وما بعدها. طبعا التنسيق في الوقت الحالي على أعلى مستوى. خلال المرحلة الماضية كان هناك العديد من القمم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر وولي العهد السعودي وأمير مملكة البحرين وملك الأردن، كل ده الهدف منه الوصول إلى رؤية واضحة ومحددة للعمل العربي المشترك خلال المرحلة القادمة ومواجهة التحديات والأزمات التي يواجهها العالم كله، وبالأخص طبعا منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية على كافة المستويات. يجب أن يكون هناك رؤية واحدة عربية وتوحيد المفاهيم وتوحيد الرؤى لمواجهة هذه الأزمة، وجود تكتل عربي قوي قادر على مواجهة الأزمات اللي بيمر بها العالم في الوقت الحالي. وبالطبع أيضا في تنسيق من أجل القمة التي ستحدث في المملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق أيضا. نعم أستاذ جميل، حراك عربي عربي في الآونة الأخيرة، وسواء فيما زار مصر من الزعماء العرب واللقاءات الثنائية التي تمت على المستوى الاستراتيجي مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو هذه الزيارة التي بدأها السيد الرئيس بسلطنة عمان ويعقبها بزيارة مملكة البحرين، إذن ماذا تنتظر بالنسبة لقوة العالم العربي والحفاظ على أمنه القومي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية كثوابت رئيسة للعالم العربي؟ هو بالطبع في الوقت الحالي أن وجود الوطن العربي كتلة واحدة قادرة على مواجهة الأزمات وقادرة على مواجهة التحديات هتكون قوة كبيرة، لأن قوة الدول العربية قوة سياسية وقوة اقتصادية وقوة أيضا عسكرية قادرة على حماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل. ودايما سيادة الرئيس لما بيتحدث بيقول أن الأمن القومي العربي لا يمكن أن ينفصل عن الأمن القومي المصري. إذا في وحدة العرب والتكتل العرب بمواجهة الأزمات والتحديات هي أكبر مواجهة لأي قوة تستطيع أو تحاول أو تسعى إلى التدخل في الشأن العربي أو إلى تحقيق مكاسب على مصلحة الشعوب العربية. طبعا في رؤى واضحة جدا من أهمها مثلا إنهاء الأزمات والصراعات داخل الدول العربية، أهمها ليبيا وسوريا واليمن أيضا. هناك أيضا يجب توحيد الرؤى والمفاهيم لمواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود اللي بتؤثر على الاستقرار والتنمية في الدول العربية، وهي بتقود حرب بالوكالة ضد الدول العربية من قبل دول إقليمية أخرى. طبعا كل ده يجب أن يكون هناك التنسيق العربي، هذا التنسيق العربي سيجعل من الدول العربية قوة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات وكل الأزمات والوقوف أمام أي هزات اقتصادية أو أمنية. نعم. أو سياسية. وهذا هو السؤال القادم، ماذا عن التكتل الاقتصادي والقوة الاقتصادية في ظل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية؟ هو احنا لو بصينا على الدول العربية هنجد أن الدول العربية تمتلك قدرة عالية جدا، وخاصة في مجال الطاقة تمتلك البترول موجود، الكهرباء موجودة، الغاز موجود، كل ده موجود بقوة في الدول العربية، هي قادرة على أنها تكون قوة اقتصادية واحدة. احنا شايفين في استثمارات كثيرة بدلا ما هي بتوجه إلى الخارج لكن بتوجه في الوقت الحالي إلى مصر من دول الخليج العربي، ده نتيجة أن مصر أصبحت دولة
جاذبه للاستثمار، وان مصر دوله الاستثمار بداخلها هو استثمار امن. فطبعا وجود الاستثمارات العربيه داخل الدوله المصريه كل ده بيحقق بيعود بالنفع على الدول العربيه نفسها وعلى طبعا مصر. نعم. فوجود قدره اقتصاديه قويه قادره على المواجهه دي ايضا نقطة مهمة جدا في مواجهة الأزمات. احنا شفنا العالم كله تعرض لأزمات اقتصادية شديدة جدا بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية. لهذا السبب ان الدول العربية تمتلك قدرة اقتصادية عالية قادرة على توظيفها لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية. نعم، ومن ثم وجب التحرك على كافة الأصعدة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.